وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الكاتب الصحفي جاسم الشمري من دولة الكويت على ما يربط مملكة البحرين بشقيقتها دولة الكويت من روابط أخوية وثيقة، موضحا أن زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة هي إضافة جديدة لرصيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يعني حفظه الله ورعاه إلى مملكة البحرين تعتبر إضافة جديدة حقيقة في رصيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. هي تأتي في إطار يعني تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم يعني مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، يمكن وصفها أو وضعها في سياقين يعني يعضد أحدهما الآخر. أولها أن العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت بالمملكة من جهة، ومن جهة أخرى يعني وشائج حقيقة أو روابط النسب والقربة التي تجمع يعني الأسرتين الكريمتين. ثانيهما أيضا الانتماء الجغرافي والسياسي للبلدين ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.